بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر المحجلين أبنائي بنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الأستاذ الدكتور حسين موسى حسين الشمري من جامعة الكوفة. موضوعنا اليوم هو سنتناول إن شاء الله في موضوعنا المحاضرة الأولى من الفصل الدراسي الخاص ب تقنيات نظم المعلومات الجغرافية. في محاضرتنا هذه سنتناول موضوع المدخل أو الأساسيات نظم المعلومات الجغرافية. طبعا السؤال دائما ينطرح، لماذا نحن نهتم بنظم المعلومات الجغرافية؟ لماذا هذا الاهتمام من قبل الوزارات ودوائر الدولة وكل المكونات المجتمع، خاصة القطاع، حتى القطاع الخاص، القطاع العام، والناس البسطاء أو الأشخاص أيضا تجدهم في الأول الأخير يهتمون بموضوع نظم المعلومات الجغرافية، كل حسب اختصاصه وحسب ما يجده مناسبا من تعامل مع هذه البيانات. إذن الاهتمام بنظم المعلومات الجغرافية باعتبار انه هذا الجي اي اس، ما يسمى بالجي اس، هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن نظام معلوماتي يساهم في عملية المراقبة وتتبع الاحداث والمتغيرات وايضا الانشطة بمختلف اشكال انواطها، انشطة بشرية طبيعية غيرها، وأيضا مما يختص بهذا النظام هو تحديد المواقع أو الأماكن لحدوث هذه الأنشطة أو تغيرات هذه الأنشطة مع عامل الزمن. لذلك أصبح عندنا موضوع جياس مهم جدا باعتبار أنه تحديد الموقع يعتبر عنصر مهم الآن لحل الكثير من المشاكل. عندنا كثير من المشاكل، مشاكل ممكن تكون بيئية، مشاكل صحية، مشاكل على مستوى التجارية، مشاكل خاصة بأمور خاصة كأن يكون مثلا قطع النفطي، في مشاكل بأمور مثلا جيولوجيا غيرها. كل هذه المشاكل نحتاج العنصر المكاني، الموقع، وأيضا التغيرات الحاصلة في الموقع مثل ما راح نشوف إن شاء الله بالمحاضرة بالسلايدات قادما. لذلك أصبح أنه حتى نتخذ قرار صحيح، حتى الحكومة أو صاحب الشركة أو صاحب المؤسسة أو الفريق البحثي حتى يتخذ قرار صحيح، حتى يتخذ قرار صائب، عليه أنه شنو؟ عليه أنه يحدد التغيرات المكانية أو الموقع للظواهر التي يحتاجها. راح قد يكون شوي الكلام نوعا ما صعب، لكنه مع السلايدات والمحاضرات راح تتجلى ماهية وفكرة نظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع. نظم المعلومات الجغرافية هي عبارة عن كلمة أو جملة متكونة من ثلاثة كلمات، هي نظم ومعلومات وجغرافية. كل احنا نعرف شنو معنى النظم. النظم هو مختصر او هي مفردها نظام، مفردها نظام، والنظام كل احنا نعرف النظام هو كل ما يحيط بينا عبارة عن نظام، عن نظام. كان يكون مثلا في الجامعة هناك النظام الداخلي للجامعة، عندنا نظام الكلية، عندنا مثلا نظام الأسرة، عندنا مثلا الدورة الدموية، عندنا كل النظام المحاسبي، النظام مثلا الارشيف الاداري، كل عبارة عن نظام. ما هو النظام؟ النظام مثل ما نعرفه عبارة عن مجموعة مدخلات ومخرجات، وفيما بينها اكو اجراءات. مثلا نظام الكلية، عندنا مدخلات طلاب، الطلاب تدخل الى الكلية، وداخل الكلية عندنا نظام لادارة العلاقة ما بين الطلاب باعتبار المتغيرات، عندنا طلاب وعندنا اساتذة وعندنا اداريين. اكو نظام خاص بالطلاب، نظام خاص بالتعامل الاساتذة مع بعضهم، تعامل الاستاذ مع الطالب، تعامل الاداريين مع الاساتذة. هاي انظمة، بروسيجرز، اجراءات موجودة، والمخرجات هي الطلبة اللي تتخرج واللي قد ترجع مرة ثانية كمدخل
إلى هذا النظام على شكل معيدين أو أساتذة للجامعة. إذا عندنا نظام بمدخلات وبمخرجات وفيما بينهما أكو إجراءات. لكن هذه الأنظمة هي كثيرة، أنظمة كثيرة. ممكن تكون هذه الأنظمة أنظمة أنظمة خلينا نقول حياتية، مثل ما شفنا هسه نظام الجامعة، نظام الكلية، مثلا الدورة الدموية تعتبر نظام، مثلا الأنظمة مثلا الأسرة، نظام الأسرة، وهكذا. إذا هنالك عدد من الأنظمة، كثير من الأنظمة. ما يهمنا نحن في هذه في هذا الفصل الدراسي هو النظام الخاص بالمعلومات، نظام الخاص بالمعلومات. طيب إذا عندنا نظم معلومات، ما هي المعلومة؟ المعلومة أي رقم. مثلا أبسطكم الحالة، بعض الأحيان قد نجد رقم مكتوب في لوحة إعلانات، في أي مكان، على حائط، على كذا، في أي مكان، في كارت. هذا الرقم الموبايل قد لا يكون مهم بالنسبة لي، لذلك قد لا يعني أتعب نفسي بعملية حفظه أو على الأقل تقدير تسجيله في موبايلي. لذا ليش؟ لأنه رقم موبايل، هذا رقم الموبايل هي عبارة عن بيانات data. لكنه لو علمت أن هذا رقم الموبايل ورقم موبايل أستاذي أو رئيس قسمي أو مثلا شخص ما قريب علي، أو مثلا رقم موبايل مثلا شركة أنا أحتاجها، أو رقم موبايل مثلا فندق أنا في بلد وفندق هذا قد يكون الفندق أو شركة سياحية أو أي شيء. إذن من عرفت أنه هذا رقم الموبايل هو خاص بشيء ممكن أحتاجه أني، إذن بالحالة أصبحت معلومة ممكن أسجلها وأحتاجها. إذن هنا فرق ما بين الأرقام أيا كانت وما بين المعلومة. المعلومة هو الرقم اللي ممكن أحتاجه وممكن أنه أستخدمه في وقت ما، أصبحت معلومة. إذا نظم المعلومات، نظم المعلومات، نرجع إلى رقم الموبايل. رقم الموبايل لما أسجله في مذكرة، في دفتر مثلا، وأسجل سابقا كان عندنا قد البعض يتذكر أن هناك ما يسمى بدليل الهواتف، دليل أرقام التليفونات أيام ما كان هناك الهاتف الأرضي. وعملية البحث عن أي رقم عملية صعبة جدا، عملية صعبة جدا. حتى نبحث عن اسم شخص لازم أنا أبحث على الألفابتك، على الأبجدية، وأصل رقم الموبايل، العفو، رقم التليفون لأي شخص. طيب الآن أصبحت العملية سهلة جدا، أنا بمجرد ما أكتب مثلا الحرف الأول من اسم الشخص تجيني كل الأسماء الموجودة اللي تحمل الحرف الأول، كتبت الحرف الثاني، ثالث، وهكذا. كل ما أكتب أحرف أكثر كل ما تقل عدد النتائج عملية البحث إلى أن أصل إلى الرقم الشخص بأجزاء قد تكون بثواني، ثانية أو ثانيتين بمجرد كتابة الرقم. هاي العملية، عملية البحث وعملية استرجاع، هي عبارة عن نظم معلومات. إذا نظم المعلومات لما تكون عندي بيانات أرتب على شكل جداول، على شكل جداول، وهناك سورتينج وعملية اندكسينج، هاي العملية كلها بحيث أقدر أسترجع أي رقم، أي معلومة كانت بسرعة بدون جهد نتيجة هاي التكامل ما بين هذه المكونات الخاصة بنظم المعلومات. إذن هي نظم معلومات. إذن عرفنا الفرق ما بين البيانات وما بين نظم المعلومات. طيب الآن لو جيت واستقصيت نظم المعلومات لوجدتها كثيرة جدا جدا في واقعنا الحالي، كل ما يحيط بنظم معلومات، بدءا من الانترنت وعبارة عن نظم معلومات، يعني هاي المتصفحات هي عبارة عن نظم معلومات تسترجع مثلا اسم بحث، اسم شخص، بمجرد تكتبه بالجوجل أو أي متصفح آخر يعني يسترجعك المعلومة من بين ملايين المعلومات بسرعة فائقة، هاي نظم معلومات. أيضا عندي نظم معلومات حسابية، نظم معلومات مخزنية، أرشيف إداري، كل ما يحيط بينا عبارة الآن عن نظم معلومات. الموبايل نفسه عبارة عن نظم معلومات. إذا ما يهمني هو النظم المعلومات الجغرافية. جغرافية معناها مكانية، أي نظم المعلومات التي تهتم بالجانب المكاني.
الجانب المكاني. إذن تهتم بالجانب المكاني الخاص بي. لذلك الآن أصبح هنالك بعض الآراء بتغيير أو باعتماد اسم نظم معلومات مكانية Special Information System وليس نظم معلومات جغرافية. السبب أنه نظم المعلومات المكانية قد تتخطى هذه المعلومات الكرة الأرضية، لأنه بعض الأحيان قد أستخدم هذه النظم في دراسة الكواكب الأخرى مثلا، أو حركة الكواكب أو غيرها، ممكن أطبقها في مجال مثلا طبي. يعني نظم المعلومات تستخدم في مجال طبي، راح تقول لي دكتور شلون مجال طبي، شنو الدخل، شنو العلاقة؟ العلاقة واضحة. مثلا بعض الأحيان نستخدمها في مثلا ما يتعلق بالمفراس، بالمفراس الخراط. يعني المفراس هو عبارة عن صورة، صورة، وهذه الصورة أيضا تحتاج ما يسمى بالريموت سنسينج أو تحسن نائي في عملية الإيميج بروسيسينج. إذن العملية مثلا في مجال طبي بتحليل مثلا بعض المعلومات عن جسم البشري أو عن الصور الموجودة للجسم البشري، مثلا معلومات عن كواكب غيرها. إذن كل شيء فيه مكان أو فيه تغير مكاني. إذن هنا وأيضا الآن بدأت تتغير، بدأت تظهر معلومات، بدأت تظهر أسماء أخرى، مثلا نظم معلومات البيئية، نظم معلومات الهيدرولوجية، نظم معلومات الهندسة المدنية وغيرها من التسميات اللي ظهرت اللي تتخصص في مجال معين من المجالات الأخرى. لذلك عندنا ظهر الآن ما يسمى بالجيوسباشال انفورميشن، اللي هي نظم المعلومات المكانية الأرضية، أو نظم معلومات أو المعلومات المكانية الأرضية الخاصة بالكرة الأرضية، اللي هو Geospatial Information System. أيضا عندنا ظهرة تسميات الآن في الوقت الحاضر ما يسمى بالجيوماتكس. الجيوماتكس، جيوماتكس هي ما يسمى بالمعلومات الأرضية. الجيوماتكس حقيقة ضمن أو تضمن عندي ثلاث أجزاء مهمة، هو نظم المعلومات الجغرافية GIS، والتحسس النائي أو الاستشعار عن بعد Remote Sensing، وأيضا أضيفت له GPS اللي هو Global Position System أو GNSS اللي هو النظم الخاص بالمواقع، نظم الخاص بتحديد المواقع العالمية. إذن أصبحت Geomatics مصطلح عام لموضوع نظم المعلومات، باعتبار انه دخلت عندنا تطبيقات وتقنيات، ودخلت عندنا اختصاصات اخرى، الهندسة المساحية، الاحصاء وغيرها، الجغرافيا، الكاتوغرافي، البيئة، كلها دخلت ضمن نطاق هذه التقنيات، لذلك تسمى بالجيوماتكس. السؤال دائما ينطرح، وهي واحدة من مشاكلنا في العراق، هل انه نظم المعلومات هي تولز ام تقنية؟ هي تكنولوجي لو تولز، اداة. البعض يتصور انه الجي اي اس هو تولز، اداة، والبعض الاخر لا، يعتبرها تقنية. لذلك تجد هنالك بعض الاحيان اشكالات في خاصة اقسام الجغرافيا في تسمية أو في إضافة مصطلح using GIS، استخدام نظم معلومات جغرافية، مثلا دراسة الظاهرة الفلانية باستخدام نظم معلومات جغرافية. البعض خاصة أساتذتنا اللي هم خلينا نقول الرعيل الأول بالجغرافية يستشكلون في موضوع using GIS، باعتبار GIS أو نظم معلومات جغرافية هو عبارة عن tools، حال الإحصاء. يعني ما ممكن أقول أنا using مثلا statistics أو سيستات أو غيرها أو من الأنظمة الموجودة اللي تشتغل بالإحصاء أو باستخدام الإحصاء. لذلك هنا النظرة لنظم المعلومات، هل هي تولز أم هي تقنية؟ راح نجي نوضح شو الموضوع. بالسابق كانت GIS يستخدم فقط لتحويل مثلا خرائط ورقية إلى خرائط مثلا رقمية. شو المعنى ورقية رقمية؟ الخرائط الورقية، الخارطة اللي هي على الورق. لكن هذه الخارطة لما أقوم بعمل سكانر، بعمل مسح، ماسح ضوئي سكانر، أو أخذ الصورة مثلا بالموبايل أو بالكاميرا الاعتيادية، راح أحولها من الخارطة بنمطها الورقي إلى خارطة بنمط رقمي، أصبحت رقميا، ممكن أرسلها، ممكن أستفاد منها، ممكن أكبرها، أصغرها، وهكذا. إذن
بالسابق كانت الجي اي اس قد تقتصر على موضوع تحويل خارطة من صيغة لصيغة. مثلا بعض الأحيان طالب يأخذ خارطة ورقية قديمة يعمل لها سكانر ثم يغير بالألوان مالتها، يضيف لها، يغير بعض الأشكال الأخرى ويطبعها، وبالتالي أيضا استخدم الجي اي اس، لكن استخدمها كتولز، أداة، كأداة، وليس استخدمت ك تقنية. طيب بعد ذلك أصبح عندنا احتياجات متطلبات لاستخدام الجي اي اس. ظهر عندنا حقيقة كثير من العلوم اللي داخلت مع موضوع الجي اي اس، أصبح عندنا موضوع مهم جدا انه نستخدمها في معالجة وتحليل بيانات واستخراج معلومات، وبعض الاحيان دخل عندنا موضوع اللي هو ما يسمى بالام سي دي ام، المالتي كريتيريا ديشن ميكينجز مثلا، اللي هو الموديلات دخلت ضمن الجي اي اس. لذلك اصبحت الجي اي اس تقنيا، مو تولز، مو اداه، وانما هو عباره عن تكنولوجي، صارت تقنيات او تقنيه نظم المعلومات الجغرافيه وليست اداه نظم المعلومات الجغرافيه. لذلك شركه ازري اللي هي شركة خاصة بتطوير وبرامج الجي اي اس، هاي الشركة انطت مصطلح نظم المعلومات الجغرافية على انه مجمع متناسق يضم مكونات من حاسب آلي، برامج، قواعد بيانات، وافراد اللي هم اليوزرز المدربين، وكل هؤلاء يقوم هذا المجمع بايش؟ بعملية حصر دقيق للمعلومات المكانية وغير المكانية، وتخزينها وتحديثها ومعالجتها وتحليلها وعرضها في الشكل التالي اللي يمكن انه يظهر بتحليل بيانات. شنو الشكل؟ راح نشوف هنا عندنا احنا الجي اي اس، مثل ما تلاحظون هنا عمليه كرييت للجيوغرافيك ديتا، كرييت للجيوغرافيك ديتا، اول شيء عمليه استحداث البيانات بعد ما نجمعها من مصادر مختلفه، قد تكون هذه البيانات بيانات رقميه، جداول، قد تكون بيانات من خرائط، قد تكون بيانات صور فضائية، قد تكون بيانات صور جوية، قد تكون خرائط ورقية، كل هذه البيانات أجمعها وأقوم بعملية إدخالها إلى الحاسب، وهذا عملية الكرييت جيوغرافيك ديتا، ثم عملية المانج إدارة قواعد البيانات، مثل ما راح نشوف إن شاء الله بالمحاضرات القادمة شلون نسوي إدارة لقواعد البيانات، ربط الجدول مع بعضها، ربط مثلا الاشكال الفيتشرز وهكذا وما الى ذلك، ثم انالايز، تحليل لهذه البيانات. ممكن استخدم تحاليل مختلفه عن طريق استخدام مثلا البفر، جار الاقرب او جار الجنوب، وممكن نستخدم مثلا المالتي كريتيريا ديسيشن اناليسيز، موديلات كثيره، مثلا تحاليل خاصه بالنتورك، شبكات خاصه شبكات الطرق وغيرها، كل هاي تحاليل ممكن استخدمها بالجي اس. ومن ثم بالمرحلة الأخيرة هي عملية الفيجوالايز لهذه البيانات، إظهار عرض هذه البيانات على شكل خرائط، وممكن على شكل جداول طبعا، لكنه الأكثر استخدام هو عرضها على شكل خرائط. لذلك إذا الجيوغرافيك انفورميشن سيستم يهتم بموضوع ال كرييت للديتا وتخزينها ومعالجتها وتحليلها وإدارتها ومن ثم تقديمها وعرضها على شكل خرائط أو بيانات أخرى. إذن من ما تقدم ممكن نفهم الجي اي اس على أساسين، ممكن نعرف الجي اي اس على أساس أنه تعريف وظيفي بأنه يضم معلومات جغرافية، يعني يقوم بعملية إدخال وتخزين وتحليل البيانات وإعداد التقارير والخرائط، هذا مفهوم إداري وظيفي. أما بالنسبة لمكونات هذا النظام، مكوناته يعني هو عبارة عن الكمبيوتر هاردوير اللي هي الأجهزة بمختلف أشكاله مثل ما راح نشوفها بعد شوية، سوفتوير، البرامج، الجيوغرافيك ديتا، البيانات الجغرافية، والبروسيجرز، الإجراءات والآليات اللي راح نعتمدها، والبيرسونال اللي هم ديزاين تو هاندل اول فيسز اوف جيوغرافيك ديتا كابتشر. طبعا احنا عندنا
العنصر الاساسي والعنصر البشري المستخدمين اللي هم ممكن يكونون يوزرز وممكن يكون مبرمجين، وايضا كل هؤلاء يقومون بعمليه التقاط البيانات وتخزينها وتحليلها وعرضها وايضا على شكل استعلام او على شكل اخراج خرائط. ايضا عندنا العناصر الاساسيه نظم المعلومات الجغرافيه، خمسه عناصر اساسيه هم الاشخاص والديتا والسوفتوير والهاردوير والبروسيجرز او الميثودز اللي شوفوها بالشكل اللي هو امامكم. دول الخمس هم خمس عناصر اساسيه لمكونات نظم المعلومات الجغرافيه. طبعا هؤلاء الخمسه هم نبدا بالبيوبل او الاشخاص، اللي هم الاشخاص اللي هم اغلب الاحيان اشخاص مدربين، اشخاص ممكن يكونون جزئين، اما يكون عباره عن مستخدم او ممكن يكون هو عباره عن مبرمج يعني لطور البرنامج نفسه، لكن الاغلبيه احنا مستخدمين يوزرز. هؤلاء الناس المستخدمين ممكن يكونون هم من يطورون والبروسيجرز الاجراءات الرؤى اللي ممكن استخدم بها الجي اي اس لخدمه المجتمع او لخدمه او لحل مشكله معينه. وعندنا طبعا هؤلاء الاشخاص هم اللي يتعاملون مع الديتا ومع السوفتوير ومع الهاردوير ومع البروسيجرز، يتعاملون وياهم بتعامل مباشر لان هم الناس اللي يستخدمون كل هذه المكونات الاخرى. النوع الثاني او العفو العنصر الثاني هو الديتا. طبعا مع عدم وجود بيانات ليس هناك اي عمل بالجي اس. اذا الجي اس اساس عمله هو البيانات، اذا ما عندي بيانات اذا ما عندي شغل جي اس. البيانات ممكن تكون بيانات رقميه يعني جداول وبيانات معلومات، وممكن تكون البيانات هي عبارة عن صور خرائط مرتسمات وما إلى ذلك من الأشكال المكانية. وطبعا دقة البيانات كل ما كانت البيانات دقيقة كل ما كانت النتائج دقيقة. وأيضا واحدة من المشاكل اللي نعاني منها هو عملية الوصول إلى البيانات، باعتبار اغلب البيانات قد تكون سريه او غير متاحه، وايضا دقه هذه البيانات ومدى مصداقيتها. ايضا عندي هنا طبعا الشكل يبيني انواع البيانات، ممكن تكون بيانات حول النسيج المجتمعي، ممكن بيانات حول الكود اللي هو الخاص بالطرق وارقام الطرق، ممكن الشوارع والسكك الحديدية وغيرها، ممكن يعني مثلا بيانات حول الطبوغرافية، حول الأماكن الأثرية، ممكن حول البيئة، بيانات ممكن حول الأمراض كخارطة انتشار المرض وغيرها، المستشفيات، ممكن تكون بيانات حول أعداد الأموات مثل ما احنا الآن في مرض الفيروس كورونا وغيرها، وممكن تكون بيانات عن المجتمع و الأمور المجتمعية الموجودة. كل هذه البيانات هي تصب في الجيوغرافيك انفورميشن سيستمز. أيضا عندنا الجانب المهم هو السوفتويرز. السوفتوير البرامج اللي ممكن نستخدمها، طبعا هنالك الكثير من البرامج اللي ممكن نستخدمها. بعض هذه البرامج برامج تصل أسعارها إلى مئات الدولارات، وبعضها بيصل حتى الى الاف الدولارات اللي تتعامل مع السيرفر، اللي مثال على ذلك برنامج الارك انفو اللي تستخدم المؤسسات الضخمه جدا في عمليات. لذلك عندنا البوبولار جي اس سوفت وير اللي هو تتعامل مع الفيكتور، اللي هي عندنا الارك جي اس اللي نستخدمه ان شاء الله في هذا الفصل الدراسي، الارك فيو اللي هو برنامج مبسط جدا لبرنامج الارك ماب، وكنت انا ادرس هذا البرنامج لطلبه قسم الجغرافيا باعتباره كان بسيط وفي بدايه خلينا نقول بدايه وجود الجي اس كنا ندرس. وعندنا ايضا برنامج الماب انفو. ايضا عندنا النوع الثاني من البرامج اللي الراستر بي اس جي اي اس اللي مثال ذلك الايرداس والان في اي والالويس والادريسي، ذني برامج تتعامل مع الصور
والمرئيات الفضائية تعاملها يكون أكثر من تعامل مع الفيكتور. لذلك عندنا النوعين من البرامج اللي ممكن أن تستخدم. وعندنا رابعا عندنا الهاردوير، الهاردوير الأجهزة، الأجهزة الهاردوير حقيقة سابقا كانت مشكلة الهاردوير، باعتبار أنه كانت الكمبيوتر كبير جدا ونحتاج إلى ما يسمى بالبلوتر، رسام وما إلى ذلك من الأجهزة المعقدة، السكانر. لكن الآن أصبحت الأجهزة متوفرة وممكن أنه توفرها حتى على مستوى المنزلي. ولذلك عندنا مثلا طابعات، عندنا وسابقا كان بلوترز اللي هو كبير، يعني يكون تقريبا عرض الورقة متر، وعندنا سكانر موجود الآن، وسابقا وحاليا أيضا موجود عندنا سكانرات متوفرة اللي هي تسمى بسكانر اي زيرو، اللي هو يكون عرض الورقة به متر كامل. عندنا أيضا الأجهزة الكمبيوتر اللي هي الكمبيوتر المحمول وغيرها، ممكن الماوس، وممكن أيضا ما يسمى بالديجيتر، سابق كنا نستخدمه اللي هو الرسام بلوتر وغيرها من الأجهزة. لكن الآن اللي نستخدمها فقط هي أجهزة يعني بالجياس حقيقة، هي أجهزة الكمبيوتر المحمول خاصة. وبعض الأحيان إذا كان عندنا داتا قوية، داتا ضخمة، نحتاج أن تكون الهارد أو الكمبيوتر هو الديسكتوب نوع خاص مثلا من البروسيسور وغيرها. وأيضا نحتاج السكانر ونحتاج إلى البلوتر، وهذه أجهزة اللي هي أغلبها أجهزة متوفرة حاليا وممكن استخدامها، طبعا مضاف إلى أجهزة أخرى لأجهزة التحسن النهائي اللي هي احنا ما راح نتطرق لها في هذه المحاضرات. خامسا وهو الأهم في كل ما تقدم هو موضوع البروسيجرز أو الميثودز، ما هي الإجراءات أو ما هي الرؤى، ما هو الخطط المستقبلية اللي ممكن على أساس نستخدم بها الجي اس. وهي طبعا احنا للأسف انا اقولها شعوبنا او دولنا العربية وبالخصوص العراق يعاني من عدم وجود بروسيجرز. اقول هذه الكلمة للتاريخ حقيقة، للتاريخ اقول هذه الكلمة، انه للأسف الشديد نحن لا ليست لدينا الرؤية لماذا نستخدم الجي اس. اذا صار عندنا مشكلة معينة كيف نجد الحل لهذه المشكلة؟ اذا لازم نخطط، التخطيط البعيد المدى مثل ما يسمى، ممكن هنا يكون هو أساس الجي اي اس. لذلك للأسف الشديد احنا بعض الأحيان ما عندنا الترتيب الصحيح لعمل التخطيط ووضع البروسيجرز او وضع الميثودز او الطرق الخاصة لحل المشاكل لتصل الى بالنهاية الى ما نريد. لذلك هنا عندنا فد مخطط، هذا المخطط اللي تشوفون اساسا نبدا احنا بعمليه تحديد المشكله، يعني ما هي المشكله اللي انا عندي وكيف اجد الهدف لحل هذه المشكله. زين، يعني مثلا بعض الاحيان المريض قد يذهب الى الطبيب ولديه مشكله وهو المرض، ولما يذهب الى الطبيب ماذا يقوم؟ يقوم بعمليه الكشف، يكشف على المرض، وبعض الأحيان يقوم بعملية إرسال إلى المختبر، أخذ تحاليل، ممكن أشعة، ممكن سونار، ممكن أي شيء آخر لعملية تحليل المشكلة، تحليل المرض. ومن بعد ذلك، بعد كل ذلك فحوصات وتحاليل، ممكن يضع ويعطي له الدواء. إذا هنا عندنا بالبداية عندنا مشكلة، ومن ثم هذه المشكلة نجي إلى عملية وضع الهدف. ما هو الهدف؟ الهدف حل هذه المشكلة، ومن ثم يكون عندنا الخطوة الأخرى اللي هي وضع الظواهر اللي يعاني من المشكلة، كذلك نضع الآلية راح نتبعها لحل هذه المشكلة، ومن ثم لدينا جول معين، هدف معين نوصل له، كل هذه العملية. ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة جمع البيانات، ومرحلة إعداد قواعد البيانات، وتحديد ما يسمى بهيكل البيانات اللي هو أهم عنصر من عناصر العمل، هو تحديد هيكل البيانات. وللأسف الشديد احنا نعتبر هذه الخطوة آخر خطوة، اللي تعتبر في العالم المتقدم أول خطوة، من خطوة تحليل المشكلة ومن ثم تحديد هيكل البيانات أو تصميم هيكل البيانات، وبعد ذلك نبدأ بعملية جمع البيانات
ضمن هذه البيانات، ومن ثم ننتقل إلى عملية تحليل المشكلة. تحليل المشكلة ووضع الحلول، قد يكون موديلات رياضية بالجي اي اس او بعض البروسيجرز الإحصائية او غيرها من التقنيات. ثم بعد ذلك عملية النتائج اللي راح تطلع لنا، النتائج راح تطلع يعني من الموديل، ممكن نقوم بعملية تشيك تدقيق، يعني accuracy assessment، ممكن ندقق هذه الموديلات واللي نتائج راح تظهر لنا. وبعض الاحيان نحتاج ان نغير هذا الموديل اللي يتطابق مع المشكله اللي عندنا احنا، او نجد هنالك البدائل. ومن ثم بعد ما نتحقق من صحه الاجراءات المعتمده، نذهب الى عمليه عرض البيانات و اخراج البيانات على شكل خرائط او على شكل جداول او احصائيات او اشكال مرتسمات اللي هي. ومثال على ذلك، مثلا عندنا الان مرض الكورونا المنتشر في العالم، ممكن انا هنا حتى اضع في الحسبان عملية ما يسمى بخارطة انتشار المرض. يعني يجب ان اول شيء اقوم بتصميم هيكل بيانات، ومن ثم اقوم بعملية ادخال خلينا نقول البيوت او محل سكن المرضى بمرض كورونا. وعندما وضعت هذا المرض سكناهم راح تنزل عندي على الخارطه. بعد ذلك ممكن انه اقوم بعمليه انشاء بفر، وبعد ذلك ممكن انه اقوم بعمليه بعض التحاليل وبعض الاجراءات اللي على اساسها احدد منطقه انتشار المرض ومنطقه التاثير والملامسه للمرض. ومن ثم ممكن هذا ايضا يكون بعض المرتسمات، لانه جي اي اس ايضا يعطيني احصائيات، يعطيني هيستوغرامز، يعني اشكال بيانيه وغيرها اللي تفيدني في عمليه، يعني المخرجات اللي تفيدني في عمليه خلينا نقول عمليه دعم للنتائج اللي حصلت عليها في تقريري. وبعد ذلك ممكن اخرج اطبع الخرائط واللي اعرضها للعلن، واللي ممكن استفاد من عدها في تحديد مناطق اللي اعزلها من مرض كورونا او غيرها من الاجراءات. هذا كل ما حبيت اطرحه في موضوع البرنسبلز اوف جي اي اس او الانترودكشن تو جيوغرافيك انفورميشن سيستم. شكرا جزيلا، وان شاء الله الحلقه المحاضره القادمه اللي راح ان شاء الله نطرق لجوانب استخدامات نظم المعلومات الجغرافيه. شكرا جزيلا ومع السلامه.